إنها تشعر بالأمان. لا تكدر صفوها كثرة المارة أو الازدحامات المستمرة في أزقة المدينة وشوارعها وساحاتها، بل على العكس، يبدو أن كثرة الوافدين من الناس يمنح هذه الطيور مزيداً من الأمن والسعادة. هذه الطيور ألفت الغرباء وهم ألفوها بدورهم. لقد استوطنت هذه البقعة منذ عصور بعيدة. يقال إنها سكنت هذه البقعة منذ أن أريقت على ثراها الدماء الزكية لآل بيت رسول الله صلوات الله عليهم. فعلى هذه الأرض المباركة تحديداً سقط سبط النبي الإمام الحسين وأخوه العباس، وثلة من الفرسان والنساء صرع في مواجهة أعتى طاغوت في حينه على إثر معركة الطف الشهيرة في السنة 80 بعد 600 للميلاد والحادية 61 من الهجرة، لتشخص على ثرى هذه الأرض قباب تأسر الألباب ومآذن تشمخ فوق الأبصار، وتشيد مدينة باتت من أقدس مدن العراق والعالم الإسلامي. بين أكف الناس تبحث عن رزقها، لقد اعتادت هذه الطيور الأمر وأرست علاقة جذب متبادلة بينها وبين قاصدي العتبات المقدسة، مما أزاح عنها عناء تحصيل قوتها اليومي. مشاكسة الأطفال شيء متبادل مع الطيور، إنها تتعامل معهم بصورة وديعة، تطمعهم في اللحاق بها دون أن تتيح لهم إمساكها. فقد يترتب على ذلك ضرر تدركه هذه الحمائم، تدنيهم منها، تلاطفهم، تزرع فوق وجوههم ابتسامات وضحكات بريئة، إلا أن آمالهم بالإمساك بها تذهب أدراج الرياح، فهذا أمل بعيد المنال. هذه الطفلة وضعها ذوها قرب الحمائم، إنهم يدركون إنها تشعر بالغبطة، ويبدو إنها تريد من إحدى الحمامات أن تقترب منها أكثر، تتأتئ لها. تشعر الطفلة بالحزن، تلتفت لوالدتها عسى أن تشفع لها عند الحمامة لتلمسها أو تقترب منها أكثر على الأقل، إلا أن هذه الأمنية البسيطة للطفلة لا تقتنع بها الحمامة. لقد جلبت الطيور إلى بعض الأطفال الخير أيضاً. اعتاد هؤلاء الصبي على بيع حبوب الحنطة إلى زائري العتبات المقدسة، ويحبذ كثير من المارة إطعامها. إن في الأمر متعة لا تضاهى بحسب قولهم. الحمام فتشي مفرح، هذا حقيقة. موقع هنا قرب الأئمة، عودنا عليه من كنا أطفال، نجي من بقية المحافظات البعيدة، البصرة، العمارة، والناصرية، وشوف هذا شيء مفرح. هذه واحدة. العناية بها صارت أكثر، الاهتمام صار بها أكثر. تمشي أنت وين ما تقرب داخل الإمام، داخل الحضرة، تلقى من يبيع الدخن مالت الحمام، تشتري وتطيش. يعني هاي ظاهرة أنا أشوفها كل جيدة، وهذه مو بس دول العالم كلها موجود، في دول العالم كلها وين ما تمشي مساحة. بس إحنا كان جهالنا عندهم عدوانية ضد الحمام، فما يبقى. بس الحمد لله وشكرا، رحمة من الله. أكو أأمن من هالبكان للبشر؟
مو بس الحمام، بس البشر ليش تواجد هنا أكثر شيء؟ يحس بالأمان، بالراحة، بالاطمئنان. الحمام نفس الشيء هولي، يحس بالأمان، بالراحة، بالاطمئنان، بالعناية أكثر. وبعدين هذا إلى فت قدسية معينة بهذه أماكن، هاي الأماكن إلى فت قدسية الحمام هالطيرة، ما حد ينتظرها ولا حد يطقها ولا حد ما يتواجد بها هو. يعني هذه التفاتة من العتبة، من القائمين على العتبتين العباسية والحسينية عليهم السلام، فيهيئون في أماكن معينة لهل هالطير هذا، وهو لهم وللزائرين أكثر شيء، فحفاظا عليه وديمومته أكثر وتكاثر أكثر. يوم بعد 10 كياس كيس في 500 بيع، يشترون الزوال العراقيين أجانب يشترون. هنا أنا أجي الساعة 6 الصبح أبي حنطر الطيور، يشترون من عمي الزوار الأجانب، لكم من عندهم هنديين، لكم من عندهم باكستانيين، وذول أصدقاء اللي من عندهم يبيع خوليات، اللي من عندهم يبيع فوالين، نفتر على الزوار هنا يشترون من يمنا، ويومي أحصل في 10-15 والرزق على الله. قولي كربلاء كل مرة بشي فيها ما بده أصلاً حكي كثير لترجم الوحي على الأرض، أصلاً دغري اللي عنده خوف واللي عنده اضطراب واللي عنده كل شيء هروب من الدنيا هون محطة للمنية وللرأفة، شعور بالأمان والسكينة وشعور أصلاً لا يترجم. ما بدي أحكي كلام متداول على ألسنة العالم، وعندي شيء خاص بإطعام الحمام اللي حرم ابن فضل والإمام حسام، عندي اياهم هولي كم السمين من ضمن زيارتي الاولويات فيها، وهيدا بحسه بركه للعوده ثاني مره ببركه اطعام الحمام بحرم امام حسين وابن فضل العباس. هذه الحمامة تطعم أفراخها، فهي تتخذ من زوايا إحدى البنايات المحيطة بالعتبات المقدسة مأوى بنت وسطه أعشاشها. لقد استكانت في هذا المكان مطمئنة آمنة، فلا يكدر صفو مستقرها أحد، ولا يوجد ما يسلب حالة السكينة والأمن التي تعيش فيها أفراخها. لقد كنا ضيوفا ثقيلي الدم، فهي لم تالف أحدا سبق وأن زار عشها، فهذه الأعشاش تمتد لسنوات طويلة. قد تكون الحمامة الأم قد رأت النور أول مرة وهي تزيل قشور بيضتها في هذا العش نفسه، وقد تكون جدتها فعلت الفعل نفسه في المكان نفسه. على أي حال، هناك أضرار جانبية، فمخلفات الحمام تترك أثراً غير مرغوب به. لذا انبر منتسبو قسم الخدمة الخارجية في العتبة العباسية المقدسة إلى إزالة تلك المخلفات. لقد هيأ القسم آليات وأدوات خاصة بتنظيف أسوار العتبة المقدسة، هذا الأمر مستمر بشكل دوري، إلا أن اللافتة إن العمال لا يبدون انزعاجهم من تكرار هذا العمل، بل العكس، إنهم سعداء في كونهم يعملون على إزالة مخلفات الطيور والأتربة والغبار المتراكم على أسوار العتبة الخارجية، إنه شرف لهم كما يؤكدون، وبخاصة حين يخدمون العتبات المقدسة وزوارها، فضلاً عن الحمام الذي اقترن بجمال المكان. خصوص الحمام،
يعني يعطي جماليه للبقاع. هو صحيح في تعب في شويه هذا، بس بالعكس المنتسب من يشوف هالجماليه والزائر مستمتع بهذا البقاع الروحيه، يعني المنتسب يرتاح، يرتاح بخصوص هذا الحمام. وعندنا احنا مكانات مخصصه، مكانات مخصصه للحمام. عندنا باب قبله الامام العباس سلام الله عليه، وعندنا باب موسى الكاظم، هاي مخصصه للحمام. يعني بعد التبليغ القسم مالتنا هذا البكان احنا خصصناه للحمام، يعني احنا كل فتره كل 3 ايام او 4 ايام المنتسبين يسوون حمله عليه، تنظيف الشارع بالكامل بالغسل، وعندنا سياره كانسه تطلع تنظف الشارع، تكشف الشارع المنتسبين. بخصوص هذا يعني هذا العمل صحيح في تعب وفي ارهاق للمنتسب، لا بس المنتسب بالجانب الثاني لاحظ، يلاحظ يعني روحانيه للزائر، مكان جميل ينطيه الحمام. لقد حان وقت نومها، فما إن تصدح المنائر بأذان صلاة المغرب حتى تتفرق جموع الحمام وتنطلق إلى أعشاشها لتركنا بسلام وتغفو بأمان. وكيف لا تأمن على نفسها وهي تجاور أبا الفضل العباس كافلة زينب ساقي عطاش كربلاء والذائد عن حرم رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. ها قد حل الصباح وبزغ فجر جديد، وانطلقت الحمائم بسلام مجدداً تتصفح وجوه المارة وتشاكس الأطفال وتحلق بفخر بين مآذن العز وقباب الشموخ المحمدي، وتبعث من سماء كربلاء إلى قاصديها من بعيد: ادخلوها بسلام آمنين، إنها قرة عين الزائرين.